the simulation argument. بيطلع نيك بوستروم على مستقبل الحضارة البشرية وعلاقتها بالتطور التكنولوجي، وبشوف بأنه في 3 سيناريوهات محتملة فقط لهذه العلاقة مع المستقبل. وفقاً للسيناريو الأول، البشر رح يصلوا لسبب أو لآخر لمرحلة معينة ما رح يقدروا بعدها يتطوروا تكنولوجياً، يعني رح يكونوا وصلوا لسقف التطور التكنولوجي تبعهم، لعتبة التطور التكنولوجي يلي ما قادرين يتجاوزوها لسبب أو لآخر. السيناريو الثاني، البشر بيستمروا بالتطور التكنولوجي لحتى يصلوا لمرحلة يكون عندهم الأجهزة والأدوات اللازمة لأنه يعملوا سيميليشنز، يعملوا محاكاة لكل الحضارات السابقة لإلهم، ولكن وفق السيناريو هني ما رح يكون عندهم الرغبة أو الاهتمام بأنه يعملوا هدول السيميليشنز. أما بالسيناريو الثالث، فالبشر رح يكون عندهم القدرات التكنولوجية بأنه يعملوا كل هالمحاكاة، كل هالسيميليشنز للحضارات السابقة لإلهم، ورح يكون بنفس الوقت عندهم الاهتمام والرغبة بأنه يعملوا عدد كبير من هدول السيميليشنز. إذن وفقاً للسيناريو الأول، البشر ما رح يكونوا قادرين أصلاً يعملوا سيميليشنز للحضارات السابقة لإلهم، بس بالسيناريو الثاني رح يكون عندهم القدرة بس ما عندهم الاهتمام. بالسيناريو الثالث رح يكون عندهم القدرة وعندهم الاهتمام والإنترست بأنه يعملوا عدد كبير من السيميليشنز للحضارات السابقة لإلهم. نيك بوسترون بيشوف أنه كونه ما عندنا شيء يثبت خطأ أو صحة أي واحد من هدول السيناريوهات، فهو بيعتبر أنه كلهم احتمالاتهم متساوية. ولكن إذا كنت مثلي بتستبعد بأنه التطور التكنولوجي رح يوقف، وبالتالي بتشوف بأنه هي مسألة وقت قبل ما يصيروا البشر قادرين يعملوا محاكاة دقيقة من هذا النوع، وبالتالي نستبعد الاحتمال الأول، وإذا كنت بتشوف أنه إحنا كبشر أوريدي عم نعمل محاكاة رقمية لأي شيء بيطلع قدامنا بالدقة يلي تسمح لنا فيها التكنولوجيا اللي عنا إياها، وبتستبعد بأنه البشر بالمستقبل رح يفقدوا هيدي الرغبة بأنه يعملوا simulations لكتير إشياء، وأكيد رح يكونوا غالبا مهتمين بأنه يعملوا simulations للحضارات البشرية اللي قبلهم لأسباب عديدة، فهذا بيحطنا قدام السيناريو الثالث. السيناريو الثالث يلي بيقلك بأنه البشر بالمستقبل رح يكونوا مهتمين يعملوا عدد كبير من simulations للحضارات اللي سبقيتهم بكل ما فيها من بشر ونباتات وحيوانات وجمادات وكل شيء. بالتالي وفق السيناريو في عدد هائل من simulations بكل البشر وبكل الحضارات وبكل شيء تحوي هذه simulations كل واحدة فيهم، وبعدين في reality واحدة، في واقع واحد. فهذا بيحطنا قدام سؤال، هو انه انا شو اللي ممكن يقنعني بانه انا وانت وكل شيء عايشينه ما لنا عايشين ضمن الاحتمال الاكبر انه نكون ضمن simulation.